بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة صاد عين نون: أختنا تسأل عن 3 كتب دفعة واحدة وتطلب رأيكم فيها شيخ صالح. الكتاب الأول هو كتاب البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن العناية بالكتب واختيار النافع منها أمر مهم، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم المختصون في معرفة هذه الكتب وما فيها. أما ما سأل عنه السائل وهو كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، فهو كتاب في التاريخ، في موضوع التاريخ من أول الخليقة إلى آخرها، إلى آخر الزمان. ذكر فيه تاريخ الأمم السابقة وتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكر الوقائع والحوادث التي تجري بين حين وآخر في مختلف القرون. وقد يكون من بين هذه الحوادث ما هو غريب أو يحتاج إلى تمحيص، وذكر فيه كيفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه غزوات وجهاد الصحابة والخلفاء الراشدين وفتحهم للبلاد ونشرهم للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وذكر فيه ما جاء بعدهم من الدول: دولة بني أمية، دولة العباسية، ومن جاء بعدهم، وذكر فيه ما يجري في آخر الزمان ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك أشراط الساعة وعلاماتها وما يقع في آخر الزمان من الفتن والملاحم، كل ذلك مما يفيد المسلم. فإن المقصود من قراءة التاريخ ليس هو مجرد التسلية أو الاطلاع فقط، وإنما المقصود من ذلك الاعتبار والاتعاظ والاستفادة من ما حصل ويحصل، يكون المسلم على بصيرة من أمره ويكتسب العبرة والعظة. وقد قال الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله فقد أضاف أعمارا إلى عمره. هذا هو المقصود من الاطلاع على كتب التاريخ والحوادث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الكتاب الثاني وهو عمدة الأحكام. عمدة الأحكام بهذا الاسم كتاب الحديث للحافظ المقدسي، اختاره من الصحيحين، وذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية ابتداء من كتاب الطهارة إلى آخر مواضيع الفقه. الكتاب الأول في يجب العدل بين الزوجات بما يستطيع الإنسان العدل فيه، وهو الإنفاق والسكنة والكسوة والمبيت. يجب عليه أن يعدل في هذه الأمور، وأن لا يحيث مع إحدى زوجاته وينقص الأخرى حقها، ولا اعتبار بكون هذه متعلمة والأخرى غير متعلمة، أو أن هذه لها أولاد كثيرون والأخرى ليس لها أولاد، فليس لها إلا ولد واحد. كل هذا لا اعتبار له،
ولا وسطت التسوية في الحقوق بين الزوجات والعدل بينهن. قد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله تعالى إنما أباح التعدد بشرط القيام بالعدل. قال سبحانه وتعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أشارك شخصا ما في سيارة أجرة بنسبة السدس الربح والخسارة، وذلك لمدة عامين فقط، وتنتهي الشركة بيننا، وقد دفعت له قيمة هذا السدس على أن يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء هذين العامين، هل هذا يعتبر من الربا وما الدليل؟ نعم، المشاركة في السيارات أو في غيرها لجزء من المحصول، جزء مشاع من المحصول من ربح التجارة أو من كسب السيارات أو غيرها من المؤجرات، كل هذا جائز والحمد لله، ولكن لا يشترط مقدارا معينا من الدراهم، وإنما يكون الاشتراك بجزء مشاع كالربع والنصف والعشر والخمس بحيث يتساوى الجميع في الزيادة والنقص. لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها، لو حصل نقص يكون على الجميع. أما أن يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز. كذلك إذا شرط أن يرد عليه رأس ماله من غير نقص فهذا شرط لا يجوز ويبطل الشركة، لأنه ربما تصاب الشركة بإفلاس فيذهب رأس المال أو يذهب بعضه، فهو معرض للخسارة والربح، معرض للتلف. فإذا تلف من غير تفريط من العامل فإنه لا ضمان عليه، إنما يضمن لو فرط وكان التلف بسببه، سبب تفريط. اشتراط أن يرجع رأس المال مطلقا سواء ربح أو لم يربح هذا شرط باطل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ينطبق على الصبي والبنت الذين لم يبلغا الحلم إذا أراد القيام بحج أو عمرة أحكام الحج والعمرة من إحرام ومحظورات الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ينطبق أحكام الإحرام وتجنب محظورات الإحرام على الصغير والكبير، ويجب على الصغير أن ينوي الإحرام كما يجب على الكبير إذا كان يعقل النية. أما إذا كان دون التمييز ولا يعقل النية فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويفعل به المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى، ويرمي عنه الجمار إذا كان لا يستطيع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.